يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. والحقيقة النهاردة يعني جولتنا هي جولة الحسم، النهاردة جيم 3 في سلسلة نهائي طبعا دوري الطايرة سيدات ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك. الحقيقة النهاردة مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. شفنا الحقيقة أول أمس مباراة صعبة جدا، مباراة بها كثير من الندية داخل أرض الملعب ما بين لاعبات النادي الأهلي وما بين لاعبات نادي الزمالك. الحقيقة نحن ما قدرناش أن احنا نفوز بجيم 2 ونوفر على نفسنا فكرة أن احنا نروح لمباراة فاصلة، وهي مباراة اليوم اللي الحقيقة هتبدأ خلاص كمان نصف ساعة في تمام الساعة 10 مساء، وإن شاء الله تبدأ في موعدها النهاردة، خاصة ما فيش مباريات بتسبق هذه المباراة. ليه بنقول يوم الحسم؟ لأن الحقيقة إحنا شفنا أول أمس عدد كبير من الأخطاء. دايما إحنا بنحب نعترف بأخطائنا، لاعبات الطايرة الحقيقة كان عندهم عدد كبير من الأخطاء في الصفوف وفي المباراة. الجهاز الفني أكيد كان ليه وقفة، خاصة إن ما كانش سهل أبدا الخسارة اللي حصلت أول أمس على سيدات طايرة الأهلي، خاصة ان هم كانوا ماشيين بخطى ثابتة في الموسم. قدروا ان هم المرتين اللي قابلوا فيها نادي الزمالك ان هم يحسموا اللقاءات بشكل يعني متميز جدا، فعلشان كده اكيد كانت خسارة. يمكن بنقول ان نقطة من اول السطر، والنهاردة اكيد لازم الجهاز الفني يكون حاطط سيناريو غير السيناريو خالص اللي حصل اول امس في المباراة، خاصة ان احنا يعني كمان الحمد لله امبارح رجال طايرة الاهلي قدروا ان هم يحسموا اللقب ال 34 في تاريخهم، وقدروا ان هم يفوزوا على نادي الزمالك في صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر، مباراة ثلاث اشواط الحقيقة قدر النادي الاهلي ان هو يستحوذ عليهم. اكيد كانت مباراة صعبة، ولكن بروح طبعا لاعبي طايرة الأهلي قدروا ان هم يحسموا المباراة لصالحهم ويفرحوا جماهير النادي الأهلي في كل مكان في ليلة رمضانية وسهرة رمضانية. الحقيقة كل عشاق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كانوا بيتابعوها، خاصة امبارح كان يوم هام جدا. شايفين طبعا اللقطات معانا على الشاشة وتتويج رجال طايرة الأهلي باللقب ال 34. خبرات الحقيقة يعني بدءا من الجهاز الفني والإداري اللي بمهمة جديدة الحقيقة قدر ان هو يتولى للمرة الأولى مع النادي الأهلي، طبعا فرناندو مونزو قدر ان هو يدير اللقاء بشكل متميز جدا وبشكل محترف جدا. شفنا الحقيقة امبارح روتيشن او كمان وجود خبرات قديمة في صفوف النادي الأهلي، سواء كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله عبد السلام، كابتن حسام يوسف وغيرهم من الأسماء الكبيرة طبعا، وكابتن عبو، عدد كبير جدا من الأسماء المخضرمة اللي ليها خبرة كبيرة جدا في الكرة الطايرة، مع أيضا كمان وجود عدد من النجوم الواعدين في صفوف الكرة الطايرة، عدد كبير جدا برضو. وهو ده اللي حصل امبارح الحقيقة، فكرة اندماج الخبرات مع بعض. أكيد سواء عزب أو الحسيني أو يعني عصران، حقيقة خبرات شفنا منهم سواء تعاون مع الخبرات أو تعاون كمان مع النجوم الواعدة، وده اللي إدى روح مختلفة جدا للمباراة أمس. كمان عايزين نبارك لرجال كرة القدم طبعا، الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم لتأهلهم للسيمي فاينل أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد طبعا امبارح مباراة هامة جدا شفناها، مباراة العودة أمام سيمبل تنزاني في استاد القاهرة. شفنا جماهير النادي الأهلي الحقيقة حشود كبيرة جدا، وكانوا في ظهر النادي الأهلي بيؤازروا اللعيبة طبعا والجهاز الفني والإداري، وأكيد ده مش جديد على جمهور النادي الأهلي. وأكيد كمان لو كان في يمكن أسبقية لحضور الجماهير في صالة الدكتور حسن مصطفى، أكيد كنا هنشوف جماهير النادي الأهلي برضو موجودة علشان تؤازر رجال طايرة الأهلي وأيضا سيدات طايرة الأهلي. النهاردة إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لسيدات طايرة الأهلي في مهمتهم اللي احنا دايما بنقول النهاردة هيكون يوم الحسم. خلاص يعني مفيش وقت أبدا لأن احنا نخسر مباراة تانية، لأن احنا دي الحقيقة مباراة بطولة، يعني ده كأننا بالظبط زي مباراة السوبر اللي كنا بنلعب فيها على اللقب. النهاردة خلاص احنا ولا في جيم 1 ولا جيم 2، الحقيقة دي الفرصة الأخيرة لسيدات طايرة الأهلي ان هم يحسموا اللقب النهاردة في أرض الملعب أمام سيدات طايرة الزمالك، لأن الحقيقة أكيد كلنا مشتاقين، وأكيد كلنا كمان يعني وسيدات طايرة الأهلي تحديدا عايزين يحافظوا على اللقب الغالي بالنسبة لهم. فإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة بالتعاون مع الجهاز الفني طبعا كابتن إبراهيم فخر الدين،
الحقيقة خبرة كبيرة جدا كابتن مخضرم، وأكيد بكل هدوء زي ما كان أدار كل المباريات الماضية أكيد كمان هيدير مباراة اليوم، ولكن مع تصحيح عدد من الأخطاء اللي كانت موجودة واللي هنتكلم فيها خلال هذا الاستوديو طبعا مع كابتننا الكبار عن أبرز الأخطاء وعن النهاردة إزاي ممكن نصحح مسار هذه المباراة، وإن شاء الله إن شاء الله نفوز باللقب وسيدات طايرة الأهلي يفرحونا في النهاردة يعني نهاية اليوم. الحقيقة زي ما احنا كنا بنتكلم على مباراة الأمس، وطبعا باركنا ومجلس إدارة النادي الأهلي طبعا بقيادة كابتن محمود الخطيب بارك لرجال طايرة الأهلي على حسم اللقب ال 34 في تاريخ طبعا رجال الطايرة أو رجال الماسترز. زي ما اتكلمنا على الخبرات الكبيرة، الحقيقة خلينا نروح دلوقتي نتفرج على لقاء هام جدا مع واحد من نجومنا الواعدين في صفوف رجال طايرة الأهلي وهو عبد الرحمن الحسيني. كان ليه عدد كبير طبعا من التصريحات الهامة خلال مباراة الأمس وعقب التتويج بالدوري، خلينا نروح نتابع هذا اللقاء ونرجع لكم بعد الفاصل. كابتن طبعا عبد الرحمن الحسيني، في البداية طبعا برحب بيك وببارك لك، أكيد بقول لك ألف مبروك الفوز ببطولة الدوري. الحقيقة أنت عملت أداء كبير جدا وده بإشادة من كل، فعايزك تكلمني بقى على البطولة، أكيد بطولة غالية جدا غائبة عن النادي بقى لها سنتين. والله طبعا عايز أبارك للجماهير، بطولة كانت مهمة جدا فعلا، بطولة كانت صعبة. حلاوه البطوله ان هي كانت فعلا ما كناش بنكسبها بقالنا سنتين، فطبعا كان كل تركيزنا من يعني من داي 1 في الموسم ان احنا لازم نرجع الدوري لبيته، وان شاء الله ان شاء الله الكاس كمان، وان شاء الله افريقيا. عايزين نصالح جماهيرنا وان شاء الله الموسم السنه دي كله بطولات. انتوا استعديتوا بشكل قوي جدا لمباريات الزمالك يمكن في معسكر مغلق من يوم الاثنين، مركزين بشكل قوي جدا، فعايزاك تكلمني اكتر عن استعداداتكم، لان بالتاكيد مواجهه الزمالك بتكون مختلفه عن اي مواجهه ثانيه. طبعا هو مواجهات الزمالك عامه سواء نهائي دوري سواء مجموعات سواء اي حاجه، وده بيبقى نهائي لوحده، يعني ما فيش كلام ان هو نكسب او نخسر. كل ماتشات الزمالك لازم نخش بمبدا الفوز. يعني مش عارف اقول ايه، بس هو فعلا الماتش كان صعب، وتجهيزات الجهاز الفني تعب معانا جدا بصراحه. احنا يعني في معسكرات دايمه تقريبا طول السنه، تمارين صبح وبالليل، الموضوع ما كانش سهل خالص، والحمد لله يعني ربنا ادانا على قد تعبنا. يعني عايزين نتكلم على بطولة افريقيا، خلاص طبعا احنا هنقفل صفحة الدوري هنبدأ نركز في افريقيا، اكيد تبدأوا تستعدوا ليها، فعايزاكم تكلموني اكتر عن استعداداتكم لبطولة افريقيا وطموحاتكم فيها، خصوصا هي اكيد مقامة على صالة الامير عبد الله الفيصل. والله يا بطولة افريقيا السنة دي كمان يعني زي ما انت قلتي كده بطولة اهميتها في ان هي في النادي الاهلي، يعني فدي ليها طعم خاص ان احنا لو كسبنا البطولة وسط جماهيرنا ووسط النادي بتاعنا بيبقى ليها يعني طعم تاني خالص. ان شاء الله بس مستر فرناندو يدينا يومين اجازه، عشان احنا من اول رمضان ما ريحناش يوم حتى، والناس كمان كانت في المنتخب راجعين من غانا على طول على معسكر، يعني ما ريحناش خالص، فان شاء الله بس يدينا يومين ونفتح صفحه افريقيا ان شاء الله. يعني الحقيقه مجهود كبير جدا مبذول، يمكن ربنا كلله الحمد لله بالبطوله. في النهايه بقى عايزاك تواجه رساله لجماهير النادي الاهلي، الحقيقه على طول بتدعمكم وعندها ثقه كامله فيكم. والله طبعا الجماهير هي العامل اللي بيزقنا ان احنا نكسب، سواء يعني بيدعمنا في الخساره سواء بيشجعنا في المكسب. اكتر ناس يعني بيشجعونا بجد، وحابب اوجه لهم يعني الف مبروك على الدوري، وان شاء الله ان شاء الله البطولات كلها اهلاويه السنه دي. بشكرك جدا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي اكيد انضم لنا ضيوفنا الاعزاء كابتننا الكبار. خلينا نرحب طبعا كابتن محمد صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق للكره الطايره، منورني ومشرفني يا كابتن. اهلا بيكي، وسعيد ان انا موجود معاكي ومع كابتن يسرى، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه. بس اهلا بيك يا كابتن. كابتن يسرى عبد الكريم نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق للكره الطايره، منورني ومشرفاني. ان شاء الله يبقى يوم جميل ونحتفل في نهايته ان شاء الله بمكسب النادي الاهلي. انا اللي مبسوطه قوي ان انا موجوده في بيت النادي الاهلي ان شاء الله طبعا يا كابتن يسرى. ولكن خلينا قبل ما نستفيد في الحديث مع ضيوفنا الكرام نروح دلوقتي لصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنضم لنا زميلتنا طبعا سالة حامد من أرض الملعب علشان نتعرف منها على آخر المستجدات الخاصة باستعدادات أكيد فريق الكرة الطايرة سيدات والجهاز الفني والإداري، وأكيد لو عندك أي جديد يا سالة تفضلي. يا
برحب بيكي طبعا زميلتي مريم، وبالتاكيد يعني برحب بيكي وبرحب بضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو طبعا كابتن محمد صلاح والكابتن يسرى عبد الكريم، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا زميلتي مريم حقيقه انا متواجده من ارض الملعب لمباراه اليوم في صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر عشان انقل لحضراتكم طبعا كل الاجواء هنا والاستعدادات سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك طبعا في المباراه النهارده وثالث مباراه في سلسله ذا بيست اوف 3 من الدور النهائي لبطوله الدوري العام للكره الطايره سيدات. يمكن طبعا خلينا سريعا يا مريم يعني اطلعكم على كل الامور هنا واستعدادات الفرقتين. طبعا خلينا نبتدي بفريق النادي الاهلي وتحت قياده المدير الفني طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين. يمكن طبعا خليني اقول لك يا مريم انه كابتن ابراهيم فخر الدين يمكن استعد مع يعني فتيات الذهب بشكل طبيعي جدا. يمكن طبعا الاستعدادات كانت زي كل مباراه، يمكن المباراه الاولى زي المباراه الثانيه ايضا زي المباراه الثالثه، ولكن طبعا مع اختلاف يعني بعض الامور زي طبعا التركيز بزياده، تركيز اكتر في مباراه اليوم اللي تعتبر طبعا المباراه الفاصله والمباراه الاهم للتحديد طبعا من هو بطل الدوري لهذا الموسم. يمكن كمان خليني اقول لك انه الفريق النهارده اتمرن قبل الافطار لمده ساعه من الساعه 4 للساعة 5 طبعا قبل بدء المباراة اليوم، وكمان كان في محاضرة فيديو ميتنج يعني قبل الافطار وبعد يعني وجبة الافطار، كان في محاضرتين فيديو ميتنج ما بين الكابتن ابراهيم وجميع اللاعبات طبعا الحديث عن مباراة اليوم، ويمكن كمان الحديث اكتر عن الاخطاء اللي وقعوا فيها يعني لاعبات النادي الاهلي في المباراة الماضية وطبعا تصحيحها وعدم تكرارها في هذه المباراة طبعا نظرا لاهمية المباراة اليوم وتعتبر هي المباراة الفاصلة. كمان يمكن خليني اقول لك انه القائمة بالنسبة لفريق النادي الاهلي هتكون نفس القائمة زي المباراة اللي فاتت، يمكن طبعا البداية مع آية الشامي، شروق فؤاد، وطبعا محترفة النادي الأهلي تيتيانا بوكان، ندى وليد، دعاء محمد، دعاء الغباشي، مي غزال، آية خالد، ميار خليفة، ندى حمدي، ومريم ثروت، سارة أمين، علياء هاني، ونهال جمال. طبعا دول اللاعبات ال 14 لاعبة اللي هيكونوا في قائمة لمباراة اليوم، وطبعا يمكن كمان اللاعبات اللي هيكونوا بره السكور شيت هم نفس اللاعبات، ثلاث لاعبات سهيل وفي طبعا بسبب اصابتها سبرين انكل من الدرجه الثانيه، وكمان سلمى يوسف بسبب يعني اصابه في الغضروف، وزينه العالمي بسبب طبعا التوقف من قبل الاتحاد المصري للكره الطائره. دول ثلاث لاعبات اللي مش هيشاركوا في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك انه قرر كابتن ابراهيم فخر الدين انه التمرين من الساعه 4 للساعه 5 ما كانش على نفس الصاله دي صاله الدكتور حسن مصطفى، ولكن كانت على صاله نادي 6 اكتوبر في اكتوبر طبعا. يمكن يعني قرر القرار ده طبعا حرصا على يعني التعليمات والتدريبات طبعا اللي يعني الكابتن ابراهيم بيشتغل فيها او عليها مع جميع لاعبات النادي الاهلي، فقرر يمكن التمرين النهارده يكون في سريه اكتر او بعيد طبعا عن الانظار. يمكن خلى التمرين بره الصاله دي في صاله نادي 6 اكتوبر. يمكن كمان على الجانب الاخر نادي الزمالك وتحت قياده الكابتن حسام شكري يمكن استعدوا ايضا بشكل طبيعي جدا، وكان تمرينهم من الساعه 10:30 للساعه 12، وكان برده عندهم محاضره فيديو ميتنج قبل الافطار. ويمكن كمان جميع اللاعبات هم ال 14 لعبة زي ما هم في القائمة، ندى مرجان، مريم متولي، والمحترفة البرازيلية ملكة، أيسل نديم، مايا ممدوح، فريدة هشام، وصابين حسن عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، مريم مصطفى، دانا شوقي، وهنا الحسن محمد، نور إيهاب عزمي، داليا المرشدي. يمكن دول ال 14 لعبة إن شاء الله اللي هيكونوا في قائمة نادي الزمالك اليوم. طبعا ان شاء الله يعني بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده يا مريم، وان شاء الله نكون معاكي يعني بعد المباراه على الهواء مباشره ونحتفل بتتويج يعني لاعبات النادي الاهلي بالدوري اليوم. طبعا زي ما انت شايفه يعني هنا عمليات الاحماء طبعا ورايا، ويعني الامور كلها بتقام على ما يرام قبل المباراه اليوم، وكمان النهارده المباراه ان شاء الله هتقام بدون حضور جمهور، تقتصر فقط يعني طبعا على الاهالي من نادي الاهلي او من نادي الزمالك، وبالتاكيد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك. بالتاكيد معاكي يا مريم لو في اي سؤال، ولا انا عاوز اروح الاستوديو طبعا الكلمه ليكي. تفضل. شكرا ليكي جدا زميلتنا طبعا سالة حامد من ارض الملعب من صالة الدكتور حسن مصطفى قبل بدء المباراة. خلاص يعني يتبقى 10 دقائق على انطلاق هذه المباراة، وربنا يسمع منك يا سالة ان شاء الله نحتفل معاكي بعد المباراة سيدات طايرة الاهلي او فتيات الذهب بلقب الدوري. كابتن محمد خليني ابدا معاك من المباراة الماضية جيم تول، حقيقة كانت مباراة بها كثير من الاخطاء سواء في الارسالات سواء في التاتش بلوك، ضاعت مننا كور كتير سهله. كابتن ابراهيم اعتمد على نفس العناصر اللي اعتمد عليها في جيم 1. ابرز الاخطاء اللي لازم نتجنبها في جيم النهارده علشان ما يتكررش نفس السيناريو الجيم اللي فات. خلينا نتفق ان مباريات البلاي اوف بتدي فرصه دايما للفريق المغلوب ان هو يعدل من موقفه في المباريات اللي بعد كده. نادي الزمالك الماتش اللي فات عمل دوران جديد، بدا بالمعده على الشبكه
المعد عنده بلوكاه اللي هي دانا، بلوكاه افضل من مويه ممدوح. وكاد الفكره ان هو دانا يوقف بيها البنت تاتيانا المحترفه بتاعته. في المقابل برضو هرب ملكة اللي كان كابتن ابراهيم بيشتغل عليها كتير جدا من قدام ملكة ومن قدام الاوبزيت بتاعنا، فنجح كده ان هو يوقف البلوكات بالبلوكات بتاعته، وقف يعني قدر يوقف المهاجمين بتوعنا. وفي نفس الوقت كان احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان اغلب لعيبه مركز 6 مركز 4 الخلفي ما كانش بيشارك في الهجوم. يعني اي كره شانس بول او اي كره فنس ما كانش بيخش يشارك في الهجوم، مع كمان عدم وجود السريع عندنا بشكل فعال ادى فرصه للدفاع هناك ان هو يرتاح جدا، ما بقاش عنده ضغط من نص الملعب. بدا يدافع على الاطراف اكتر، طلعوا مننا كميه ديفنسات كبيره جدا. وانا شايف النهارده اكيد كابتن ابراهيم هيعمل كده، هيغير الدوران شويه. اعتقد ان هو مش هيبدا بالصرف 6، ممكن يبدا بالصرف 2 علشان يخلي الفكره بتاعت كابتن حسام يعني تنتهي. وان شاء الله ربنا يوفقه في الكلام ده واللعيبه تكون موفقين، خاصه في موضوع الاستقبال وموضوع ان هم يشاركوا كلهم في الهجوم. حته الاعتماد على البنت المحترفه بس كانت مشكله، خاصه مشكلة طبعا الفريق حفظ هي بتلعب ازاي، فخلاص بقى لعبوا عليها طول الماتش، وبقيه اللعيبه ما كانوش بيشاركوا في الهجوم. يعني حتى التحركات اللي هي قبل الهجوم ما كانوش بيعملوها. يعني مركز 6 بالذات انا شايف ان هو كانت نقطه مهمه جدا ان كل اللعيبه في الخط الخلفي ما كانتش بتستعد للهجوم، فكانوا مريحين جدا البلوك والديفنس يعني. طيب كابتن يسرى خليني اسالك، يعني المباراه الحقيقه احنا عايزين نقول ان هي مباراه للنسيان، ولكن دايما احنا لازم يعني نتعلم من اخطائنا. شايفه كابتن ابراهيم يبدا النهارده ازاي؟ هل ممكن ان هو يدفع بمي غزال، خاصه ان احنا عارفين قد ايه هي ارسالاتها، يعني ارسالات سبايك غير بقيه الارسالات، ولكن النهارده اكيد مهم جدا ان يكون في تغيير للي حصل خلال الماتش الماضي. طبعا يعني احنا هنا طبعا في الاستوديو التحليلي بنحاول نحلل اداء اللعيبه داخل الملعب، بس هو في الاول وفي الاخر هو المدير الفني، هو طبعاً المسؤول عن اختياراته، وهو المسؤول عن نتيجه المباراه، وان شاء الله اللي هي هتبقى في صالح النادي الاهلي. فكابتن ابراهيم يعني انا اعتقد النهارده انه هيبتدي بندى حمدي تاني في مركز 2، بالذات ان هو انا من وجهه نظري يعني ان هو كان ابتدى بايه حمدي الشامي الماتش اللي فات، هو عايز بيجهزها لبطوله افريقيا اللي جايه، وعايزها يديها حماس وهيدخلها جوه الملعب، وطبعا هيبقى لها دور كبير قوي ايه ان شاء الله في بطوله افريقيا. بس النهارده الماتش مش متحمل ان احنا نخاطر، فاعتقد انه هيلعب بالسيستم بتاعه الطبيعي، يعني الا لو في تغييرات او فكر معين احنا هنفهمه اثناء المباراه. بس هيبتدي بندى حمدي في مركز 2، وهيبتدي ممكن بساره امين او دعاء الغباشي مع المحترفه في مركز 4، لكن نفس اللعيبه لعيبه الثلاثات هيفضلوا، ميار هتفضل زي ما هي عشان طولت الكرامه واخدت بلوكات كتير قوي الماتش اللي فات. ايه ارسالاتها مؤثره جدا، بتجيب نقط كل ما تروح تلعب على ارسال، وطبعا لو استقبالنا النهارده كان موفق اعتقد ان ايه هيبقى لها شغل في قدام كتير قوي في السريع. كابتن ابراهيم سايب مي غزال، مي طبعا لعيبه احنا ما نقدرش كل مصر كلها بتتكلم عليها انها لعيبه كويسه جدا ومستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. مي انا اعتقد ان هي تغييره بره المركز 3، وبرده ممكن استغلالها في بعض الاوقات لمركز 2. مي بلوكها عالي جدا، واعتقد ان هي ممكن توقف ملكه لو هو كابتن ابراهيم فكر انها تلعب في مركز 2. فاحنا هنتابع كلنا ان شاء الله كابتن ابراهيم، ربنا يوفقه، احنا ندعي له ان ربنا يوفقه للاختيار الامثل يعني ان شاء الله. طيب كابتن محمد، نادي الزمالك داخل اكيد بمعنويات مرتفعه، انت عارف يعني فكره الفوز على الاهلي بيبقى مختلف تماما عن فوز على اي نادي اخر. عندهم دوافع ان هم يفوزوا بالبطوله النهارده، اكيد كابتن ابراهيم محضر السيناريو ده ومحضر يمكن مفاجآت علشان يوقف الدوافع اللي عند نادي الزمالك، واكيد اشتغل كتير على كمان لاعبتنا، لان الحقيقه هم زي ما احنا شفنا خلال المباراه الماضيه بيعانوا من اجهاد. هم كانوا بيتكلموا كمان عن فكره ضغط التمرين وفكره ان هم بيتمرنوا طول الوقت خلال الفتره الماضيه، ولكن النهارده اكيد الموضوع مختلف. النهارده ما فيهاش يعني ما فيهاش خلاص جيم تاني، النهارده احنا بنلعب على بطوله. الدوافع اللي عند نادي الزمالك ازاي ممكن الجهاز الفني للنادي الاهلي يوقف الدوافع اللي داخل بيها النهارده نادي الزمالك؟ نفس الفكره اللي اتكلمت عليها، ان هو المفروض يعالج الاخطاء اللي تمت في المباريات اللي فاتت، ويضرب فكره نادي الزمالك ان هو يهرب من هجوم النادي الاهلي ويوقف مهاجمين النادي الاهلي. كابتن ابراهيم المباراه اللي فاتت غير تكتيك الارسال بتاعنا. المباراه الاولى كان بيلعب بارسالات فلوتر طويله جدا وكانت ناجحه جدا في المباراه. المباراه اللي فاتت اعتمد على الارسالات القصيره في بعض الاوقات علشان يخرج لعيبه 4 بره اللعب، وعلى امل ان السناتر بتوعنا يوقفوا السريع، وكانت ناجحه الموضوع ان هو موقف لعيبه 4 من الهجوم
ويبدا السنتر بتاعهم يضرب. كان المشكله عندنا ان احنا مش موفقين في البلوك ولا في الديفنس للكلام ده. مظبوط. اعتقد ان هو النهارده هيبدا يرجع تاني يضغط بالارسالات الجامده الفلوتر الطويله. واتمنى ان يكون موضوع ترتيب الدوران ده يختلف النهارده، لان ترتيب دوران الزمالك لما عمل اللفه دي الزياده حللوا كل المشاكل بالنسبه له في البلوك والضرب. يعني خلى البنت المحترفه ملكة يبقى قدامها معد، فبالتالي مش حدش يقدر من على الشبكه عليها. كان كابتن ابراهيم بيعالج الكلام ده، يخلي تيتيانا تضرب من واحد من فوقيها. وفي نفس الوقت موضوع مريم متولي ان هي تقابل هي الاوبوزيت بتاعنا كانت ناجحه جدا. وفي نفس الوقت هم اعتمدوا على تاتشات كتير، يعني ضربوا في ايدينا على بره كتير، وعندنا بقدر الامكان ما كانوش موقفين الحته دي. اعتقد ان هو حل الكلام ده كله في التمرين اللي فات، وادى محاضره بالكلام ده، ونتمنى نشوف التغيير ده النهارده. احنا افضل. ما كناش موفقين المباراه اللي فاتت. احنا خسرنا لان هم احنا اللي ما كناش بنادي بشكل طيب. الزمالك ما عملش اي حاجه زياده غير الحاجتين دول. فاتمنى النهارده ان شاء الله. طيب كابتن يسرى، اخد من كلام كابتن محمد، يمكن كان بيتكلم ان احنا كنا افضل، ولكن اكيد اي فريق بيبقى عنده نقاط ضعف. الزمالك اكيد عنده عدد من نقاط الضعف اللي اكيد النادي الاهلي لازم هو يشتغل عليها النهارده، خاصه انه احنا اكيد هنتدارك كل اللي حصل خلال المباراه الماضيه. ابرز نقاط الضعف اللي موجوده عند نادي الزمالك النهارده ويقدر الجهاز الفني يشتغل عليها. طبعا انا تابعت المباراه الاولى والمباراه الثانيه. في نقطه، يعني لما دانك بتبقى بلوك على الشبكه، مايا ممدوح بتبقى مأخره قوي في مركز واحد. اي كوره ساقطه ورا حائط الصد كانت بتنزل بنقطه، وفي نفس الحال بالظبط ومايا بتطلع بلوك بتبقى مايا بيبقوا فاتحين الخط شويه وبتبقى دانا مأخره. فانا شايفه ان ورا حائط الصد الدنيا فاضيه جدا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن هما كانوا نفس كلام كابتن محمد، طريقة النادي الأهلي اللي كان بيلعبها بالإرسالات القصيرة كان نادي الزمالك برضو بيتبع نفس الموضوع في المباراة الثانية. إزاي كانت لما تبقى ميار خليفة أو آية خالد في مركز ثلاثة كانوا بيروحوا يلعبوا إرسال قصير على مايا وآية، وبالتالي ان هم لما بيستقبلوا الكره الاولى بيبقى التركيز كله مع تيتيانا في مركز اربعه. فاحنا شفنا ان كانوا بيطلعوا لها تريبل بلوك، مش دبل بلوك كمان، بيطلعوا لها تريبل. ده بسبب ان احنا ان هم وقفوا مركز ثلاثه عندنا. فاعتقد ان هو تمرين النهارده الصبح برده كان في استقبال لمركز ثلاثه، انهم يستقبلوا الكره دي ويخشوا بعديها ما يقفوش، علشان هم لازم يسحبوا البلوك، لازم مركز ثلاثه يبقى له دور كبير قوي النهارده 1 او 2 من ورا البلوك عشان يسحب معاه البلوك ونطلع نفضي الناحيه الثانيه. ومش معنى ان احنا نفضي الناحيه الثانيه ان احنا لازم نرفع لتيتيانا، احنا لازم ندي كور سريع، لازم نقلب الرفع في واحد، لازم نمشي كور بشويه في سته زي ما كابتن محمد قال، لازم يبقى الملعب كله بيشتغل عشان البلوكر اللي قدامنا ما يبقاش عارف الكوره جايه له منين. وانا اعتقد ان ده طريقه لعب هتتلعب النهارده ان شاء الله برده. في نقطه مهمه جدا بس اكمل على كلام يوسف. اتفضل يا كابتن. ضمن الحاجات اللي كانت موقفانا المباراه اللي فاتت ان المعدين كانوا بيرفعوا الكوره قريبه من الشبكه جدا. كل الكور اللي اترفعت بره الشبكه نجحت، نسبه نجاحها تقترب ب 100%. معنى كده ان بلوك الزمالك عنده مشكله في القصه دي، ان كل الكوره ما كانت قريبه من ايده بياخدها بلوك وبتقفل زاويه التمرير للكوره كان بيطلعه ديفنس. كل الكوره اللي خرجت بره الشبكه جابت نقط بنسبه 100%، واكيد خدوا بالهم من الكلام ده واكيد اشتغلوا عليها النهارده. ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله خير، وان شاء الله نرجع مع حضراتكم بعد المباراه ونحتفل بلقب جديد يضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي في مختلف الالعاب وتحديدا لفتيات الذهب. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نروح لارض الملعب طبعا صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر لبدء المباراه، ومعلقنا طبعا كابتننا الكبير كابتن اسامه ابو زينه.